ونحييكم من جديد ملف تنظيم داعش يعود بقوة من جديد إلى دائرة الاهتمام وهذه المرة من بوابة جوازات السفر المزورة بتأشيرات رسمية في تركيا وفق ما كشفته صحيفة The البريطانية الجوازات تتيح للأشخاص الذين لديهم روابط بتنظيم داعش فرصة مغادرة سوريا والسفر إلى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة ورغم تفضيل المتطرفين لأوروبا إلا أن مصادر أمن تحدثت عن حالتين على الأقل تمكن أشخاص من السفر أو تمكن أشخاص من السفر من إسطنبول إلى المكسيك بجوازات مزورة ثم عبروا بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة ديغاردين كشفت أيضا أن إحدى هذه الشبكات تديرها أوزبكية لديها روابط بشبكات متطرفة تعيش في تركيا وتبيع الآن جوازات سفر مزيفة عالية الجودة تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار ولي في دول مختلفه وفي اطار عينه حول ملف تزويد داعش بجوازات سفر مزوره، قال مصدر في وزاره الداخليه الامريكيه ان في تركيا من يزود عناصر داعش بمستندات عاليه المستوى اي مزوره جيدا، ويستخدم وسطاء يتحدثون الروسيه والعربيه ولغات اخرى لتلبيه احتياجات العملاء المختلفين، مؤكدا ان واشنطن على علم بان عناصر داعش يستخدمون جوازات سفر مزوره للعبور الى اوروبا، والامن الاوروبي لم ينجح. في اعتقالهم جميعا. نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من اسطنبول استاذ العلاقات الدوليه دكتور سمير صالحه اهلا بك دكتور ومن باريس اشرف بن ابراهيم الباحث في شؤون الجماعات المتطرفه اهلا بك اشرف واسمحوا لي ان ابدا من اسطنبول معك دكتور صالحه ما كشفت عنه ذا جارديان معلوم في الداخل التركي اعلاميا، سياسيا، حزبيا، على علم حضرتكم بهذه التطورات؟ مساء الخير للجميع اولا طبعا الان الداخل التركي يناقش هذا التقرير على مستوى الاعلام حتى الان بشكل واسع وسائل الاعلام التركيه تتناقل هذا التقرير وتفاصيله لكن حتى الآن كما أنا لم أجد بعد تعقيب رسمي حول التقرير من الجانب التركي لكن في نهاية الأمر برأيي سيكون هناك ردة فعل تركيا شئنا ما أم الذي يعنيه يعني يناقش هذا في الموضوع دكتور صالحة يعني السلطات التركية ليست على علم بما ورد في ذي جاردزين لا طبعا ليس هذا ليس هذا ما قصدته، انا قصدت انه حتى الان لا يوجد تعقيب رسمي حول التقرير من الجانب التركي، لكن اظن انه في الساعات المقبله سيكون هناك تعامل رسمي مع التقرير مضمونه المواد الموجوده في التقرير برايي، لماذا؟ لانه فيها الكثير من المواد التي تستحق فعلا الحديث عنها م. الآن في نقطة ربما أيضا مهمة قبل الدخول في نقاش تفاصيل التقرير هي أنه توقيت الكشف عن هذا التقرير أو الحديث عنه من ناحية خصوصا أنه تحدث عن تفجيرات جديدة في سوريا وفي العراق لهذه المجموعات الإرهابية هل هناك من الربط بين هذا التقرير توقيت هذا التقرير بهذا الشكل و ما يجرى ويجري في سوريا وفي العراق، نقطة أهم أنه المصدر الأمريكي الذي تحدث في التقرير عن الموضوع لماذا مصدر أمريكي يتحدث ولماذا لا يتصل الجارديان مثلا بمسؤولين أتراك حتى دون أن تكشف عن أسمائهم للحديث في هذا الموضوع، هذه كلها علامات استفهام، لكن في جميع الأحوال باختصار أريد أن أقول لك أنه هذا التقرير هو تقرير مجوقل يعني في اكثر من طرف اكثر من جانب لكن لا يوجد في الشق السياسي كما انا عدت الى التقرير بصيغته الاصليه طيب. بالنص الانجليزي طيب خلينا نسال اشرف بن ابراهيم في باريس دكتور صالحه ساعود لك ولكن اشرف بن ابراهيم مطلع على كل هذه التفاصيل وهو باحث في تحركات الجماعات المتطرفه سيد اشرف ما ورد في ذا جارديان الى اي مدى يمكن ان يكون دقيق بأن هناك عناصر من داعش فعلا تحصلوا في تركيا على جوازات سفر مزوره على وثائق غايه في الجو وهم يتنقلون شكرا لكم على الاستضافه اود ان اقول ان جريده الغاردين متاخره فالسلطات الفرنسيه حذرت من عام 2016 بان داعش قد استولى على الالاف من جوازات الرسميه التي يمكن ان يستخدمها من خلال بيعها او تزويرها وفي 2015 عندما تم اكتشاف ذلك كان كان تكلف الجواز المزور 1000 إلى 1500 دولار وفي مهاجمات باريس فإن اثنين من الاتحاديين جاءوا إلى فرنسا عبر اليونان باستخدام جوازات سفر مزورة ثم فرنسا حذرت أيضا بأنه على الأرض هناك وسطاء في تركيا يقومون ببيع جواز سفر بعشرة أو تسعة وعشرة آلاف وهم يقومون بذلك لسماح لأقارب أعضاء دارس عبور الحدود وبالتالي فهذا الموضوع كان مطروح منذ عام 2014 و2016 حتى من قبل الشرطة الأوروبية طيب دكتور صالح ما رأيك في هذا الكلام وحتى في معرض بحثنا نحن فريق البرنامج بخصوص هذا الموضوع لاحظنا بأنه موضوع حصول عناصر داعش على جوازات سفر مزورة ليس بالموضوع الجديد حتى وإن كانت The انكشفت عنه الان ولكن هو موضوع قديم البعض اضاف له فتح تركيا لحدودها في فتره من الفترات لجرح داعش للتداوي داخل الاراضي التركيه ما ربما اضفى صدقيه اكبر على ما ورد في جاردن ما رايك يعني طبعا التقرير الجاردن يتحدث عن عن عصابة تقوم بشراء هذه الجوازات من اصحابها بشكل رسمي ثم يتم ازاله صورة صاحب الجواز الاصلي ووضع صورة بديلة على الجواز كما أنا فهمت من التقرير ويتم بيعه بسعر مرتفع، يتم شراء الجواز من صاحبه بحوالي 200 2000 و2500 يورو ويتم بعد ذلك بيعه بسعر بحوالي 15 ألف دولار كما فهمنا المهم الآن هو أن هذه المسألة ليست جديدة كل العالم تحدث فيه مثل إيه هذه لكن يبدو بأن الموضوع ليس فقط موضوع صور الموضوع أصعب وفيه تفاصيل تقنية أهم من ذلك لأنه كما تعلم دكتور صالحة جواز سفر يتضمن العديد من التفاصيل إن تمكن هؤلاء من الدخول لأوروبا فهو جواز سفر عالي الجوده لا طبعا انا قلت لك في بدايه الحديث ان المساله تحتاج الى متابعه رسميه دقيقه حول التفاصيل والكشف والتعامل معها بشكل جدي لكن إن الان كما فهمنا ايضا من التقرير مضمون التقرير انه الهدف هو ليس سياسي لانه الشخص الذي سئل الذي يقوم ببيع هذه الجوازات عندما سئل حسب التقرير عن انه يبيع جوازات الى داعش قال انا لا اهتم بالاشخاص بالاسماء بالانتماءات السياسيه انا ابحث عن الربح المادي اذا لذلك انا قلت لك انه هي عصابه منظمه في اكثر من بلد وتقوم ببيع هذه الجوازات لهؤلاء الاشخاص م. داعش او غير داعش يستفيد من هذه مساله خارج النقاش تماما اتفق معك م. لابد من ان يكون هناك تحرك سريع وكشف التفاصيل الموثقه عن يعني تريد القول دكتور صالح بان الاساس في الموضوع هو موضوع تزوير طيب خليني انقل هذه النقطه للاستاذ اشرف استاذ اشرف هل تعتقد بأن الموضوع موضوع تزوير موضوع تمويل موضوع عصابات أو أن داعش يعمل على العودة بطريقة أخرى بانتشار أوسع بي... ربما بأسلوب مغاير صحيح يجب ان نشير الى امرين حتى تنجح هذه الآلية فيجب تزوير جواز سفر واليوم بفضل التكنولوجيا البيومترية فالأمر صعب ولكن هذا يتطلب الحصول على شخص شبيه بالشخص الذي تظهر صورته على الجواز تعليفين ان أعضاء داعش في السابق كانوا يسلمون جواز سفرهم الإنجليزية أو وغيرها إلى أميرهم وهذا يسمح لأعضاء من داعش للذهاب إلى أوروبا وتنفيذ هجمات داعش لم يستطع أن يصنع جوزات سفر ولكن التنظيم كان يسعى للوصول إلى أشخاص يتشابهون مع أصحاب جواز السفر الأصلية مرة أخرى تنظيم داعش هو في مرحلة هروب فمنذ أقل من عام اعتقل في إسطنبول أبو باسم الذي كان الذراع اليمنى لابو بكر البغدادي وهو كان مسؤولا عن الجانب اللوجستي والمسلح لداعش، اذا اعتقد ان العمل يجب ان يتواصل هناك حاجه للمزيد من التعاون لاستهداف القيادي الدوله الاسلاميه الذين يعيشون بوثائق مزيفه لانهم استفادوا من تواطؤ اشخاص اخرين ويجب ان استهداف هؤلاء الوسطاء سواء تعلق الامر بالأسلحة وغير هؤلاء يهمهم فقط الحصول على المال وهذا أمر يجب مراعاته لأنها قضية بالغة الحساسية لا سيما بعد الهجمات التي ضربت أوروبا وهذا يتطلب تعاون الأجهزة المختلفة الأمر لا يتعلق بالسياسة إنما بالأمن الدولي والإقليمي أشرف أكمل معك وباختصار لو سمحت لي حضرتك حدثني عن شخصين The Guardian تحدثت تحدثني عن شخصين في فرنسا The Guardian تحدثت عن شخصين شخصين في الولايات المتحده الامريكيه، نحن نتحدث عن اشخاص او نتحدث عن بدايه مجموعات تتنقل بطريقه جديده، ما تقديراتك؟ Je pense أعتقد انه في ظل الجائحه كوفيد فان تنظيم داعش سوف يحاول استغلال الوضع وكذلك مواصله ارسال عناصره لاغراض الرصد قبل الهجوم يجب توخي الحذر الشديد ويجب على الشرطه الدوليه ايضا ان تنسق الجهود كافه وتعقب الاشخاص الذين يسافرون بهذه الجوازات المزيفه الامر ليس وإنما هي مسألة أمنية خطيرة طيب دكتور صالح تسمح لي أن أضع نفسي في مكان المشاهد ربما من يشاهدنا اليوم سيقول وهو يتابع هذه الأحصائيات وهذه الأعداد والعودة إلى 2014 سيقول بأنه كيف للسلطات التركية أن لا تكشف الموضوع مبكرا إن كانت لا تعرف أو تعرف الموضوع فالأمر خطير وإن كانت لا تعرفه فالوضع أخطر ربما أن يستمر البعض يقول هل هي تتستر؟ هل هي مشاركة؟ هل هي تغض الطرف عن ما يحصل؟ وما مصلحتها في ذلك؟ يعني ابدا من النهايه لو سمحت لي في الاجابه النقطه الاخيره مهمه للغايه انه تركيا لا مصلحه لها اطلاقا لا في تنقلات مثل هذه العناصر الإرهابية ولا حتى في الاستفادة من أراضيها باتجاه العثور على جوازات سفر بهذا الشكل او من هذا النوع بالعكس تركيا هي التي قادت العشرات من العمليات الامنيه في المدن التركيه في الاشهر الاخيره تم اعتقال وتصفيه العديد من الكوادر والقيادات المهمه في هذا التنظيم الارهابي لا اظن المشكله بين تركيا وبين الغرب هي في موضوع انه داعش كيف يتنقل اظن المشكله وهنا اتفق مع ضيفك كي الى حد ما انه المشكله هي في التنسيق الامني والاستخباراتي الذي لا مهرب منه بين الدول لمواجهه هذه العناصر الارهابيه التي تستفيد مهم. بشكل نعم. او باخر من عصابات او فرص من هذا النوع، لكن انا لا اتفق اطلاقا مع مقوله انه داعش الان من خلال هذه الجوازات او سفر بهذا الاتجاه يعني هذا انه هذا التنظيم سيعود ويسترد قوته وثقله ونشاطاته في كما كان في العام 2014 هذا التنظيم انتهى وهذه الكوادر او القيادات المحسوبه عليه الان تحاول الآن تحمي نفسها في أكثر من عاصمة، هاي. لماذا؟ لأنه تعرف تماماً أنه الآن المجتمع الدولي والأجهزة الاستخبارات كلها تبحث عن هذه العناصر لاعتقالها وتوقيفها وسجنها. طيب أشرف أختم معك وأعلم بأنك يعني تتابع بالتفاصيل تطور هذا الموضوع، خاصة وأني عملت معك على مجموعة كبيرة من التقارير لما كنت في مكتب باريس. هل تعتقد بأننا أمام عودة لداعش كما عهدناها كما عرفناها تعلمين انها ليست المره الاولى التي نقول فيها ان داعش قد انتهى وان سلطته قد زالت وهذا حدث مع تنظيم القاعده ونرى الان ما يحدث في منطقه الساحل في بوركينا فاسو وفي جمهوريه الكونغو الديمقراطيه هناك بروز للارهابيين اعتقد هم الان في حاله هرب لكنهم لم يستسلموا او لم يتخلوا عن القتال هم سيستخدمون الوثائق المزيفه لكن خطورتهم تظل قائمه. شكرا جزيلا طاعت. لكم من اسطنبول استاذ العلاقات الدوليه دكتور سمير صالحه شكرا دكتور ومن باريس اشرف بن ابراهيم الباحث في شؤون الجماعات المتطرفه شكرا شكرا اشرف وصلنا الى نهايه بانوراما شكرا دائما على طيب المتابعه اعود غدا في نفس التوقيت لالقاكم مع نقاش مواضيع اخرى. السلام عليكم.